السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سبق ما نزلت فيديو بمعرض سيارات المستعملة، يعني هي جديدة بس مستعملة. اليوم احنا ببعض السيارات تقريبا 3 ارباع زيرو هنا وباعوا الاسعار. مثل عندكم هذا مرسيدس 2013 سعرها 36,000 دولار. طبعا هاي فول مواصفات، وافقني 36,000 دولار. هذا الاودي 31,000. صور لودي هذا اللي صور لي. تعالوا لنا هناك، انا نذكر اياك. يعني مثل هذا البولكس واجن احنا نصيح له جولف عندنا بالعراق، هذا ب 19,000، 19,500. هنا أنا كلهن على 19,500. طبعا هو الحكي بيناتنا مو معرض، هو يخنق يعني باع المسافه ايش كبرها. حتى الموظف اذا اراد يجيك يجيك بسياره. عدان راكب هاي السنتافيا ضاعت لنا. انا تيهت السنتافيا يا يابا. تعرف ان شوفوا الاسعار دوله على اسعار سريعه على مود الموضوع يصير اصلا. عندكم مثلا هاي حتى ما اعرف اسمها الدوج 32,000، طبعا كلها 2016 هنا. هنا هذا الفولفو 27,500. الاودي هذا 35,000، 36,000. هاي ب 11,000. هاي ب 18 19. طبعا ويا الشايات تشتري بالمعارض مال العراق، ويا الشايات لازم ماكو، وكرامية هذا وقرن هذا ومن رخصتك على صفحة تصير عليك ب 20 24,000. الكورنلا المحفوظة هنا 15,000. يعني كل ما دشاتون تحويل ما بيه ذن السيارات، يعني لازم تشتري لي الأرقام وتجي وين صاحبها يطلع صاحبها ميت. هذا ب 18 الهوندي، هذا الاودي انباعت. هاي حرامات جاي عليها طبعا وانباعت. هسه راح اطلع انا بعد. هاي 29,000. اخواني الكرام، طبعا اليوم احنا بعد طبعا المعرض كبير والجو اليوم بيه بروده، فما نقدر نكمل. فان شاء الله الفيديو اذا عجبكم انتم راح تطرحون لنا شنو الموضوع اللي تردون نحكي بيه، وراح احنا نصور لكم المكان والموضوع اللي احنا اللي انتم تريدونه. اي شيء تحتاجون، اي موضوع يخصكم بالنسبه للسيارات او غير السيارات، انتم مجرد حطوا تعليقكم اسفل الفيديو وان شاء الله راح نكون برسم الخدمه. تقبلوا تحياتي، اخوكم احمد الساعدي من الولايات المتحده الامريكيه. سلام.